يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك تعدد في الحاجات فماذا يعمل المسلم؟ هل يقدم طلب العلم أو مساعدة الفقراء أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، أو أنه يختار ما يفتح عليه الله به؟ لا شك أن طلب العلم أنه مقدم، وبإمكان الإنسان يجمع أيضا بين طلب العلم وبين فعل الخير من جهة أخرى، بإمكانه يجمع، لكن إذا لم يمكن فتفرغه لطلب العلم حتى يتأهل أفضل، ما في شك. نعم.